ايوه يا باشمهندسين. دكتور معلش كنت دخلت متأخر المحاضرة، كان عندي سؤال صغير. اتفضل. وحضرتك احنا كل السورسز اللي عندنا في الشابتر بتاع الثري فيز بتكون ستار، ممكن تبقى ستار، ممكن تبقى دلتا. يعني ينفع ممكن يجي لي في المسألة سورس دلتا عادي؟ ممكن يجي سورس دلتا، بس دايما بيفضل دايما يكون ستار. ليه؟ ليه يفضل يكون ستار؟ علشان باخد فولت جذر 3 تايمز الفيز فولتج، باخد فولت اعلى. واخد بالك؟ ودايما احنا في محطات التوليد بنحتاج فولت عالي، فانا باخد فولت اعلى في حاله الستار. لو كان سبلاي، انا بتكلم عن السبلاي اللي هو أنا الجنريتور. بتكلم تمام. اللي هو الجنريتور بناخد منه فولت اعلى، انما في الدلتا الفيز فولت يساوي اللاين فولت. بس هو ده الفرق بينهم. أصل حضرتك في بالك؟ الشيتات موجود فيها السورس ستار بس، تمام. عشان احنا دايما بنركز على السورس ستار. انما اللود ممكن يبقى ستار، ممكن يبقى دلتا. يعني على دايما حسب. السبلاي بتاع الجنريتور بيبقى ستار. يعني 99% بيبقى ستار. ماشي، ماشي ستار. ماشي، شكرا يا دكتور. حضرتك هنا احنا اخر حاجه اتكلمنا عنها اهيا، اتكلمنا ان انا عندي ال ادي اللي هو الاندكتنس، وانا قلت الكلام اللي انا بقوله مش مكتوب برضو مقرر. عرفت الفلكس لينكج، وعرفنا اللي يعني ايه لينكج، وعرفنا حاجه اسمها الكوفيشنت اوف سيلف اندكشن. ال ديت ال اللي انتوا خدتوها الاندكتنس لو تفتكرها، اللي هي اوميجا ال اللي كنت بتعاملها في الاي سي، اوميجا ال فاكرينها ولا لا؟ اللي ليها ايه؟ رياكتنس. رياكتنس بتساوي اوميجا ال. هي دي بقى. بس احنا في الدواير كنا بناخدها ايه؟ كنا بناخدها ان هي حاجه كده وخلاص، كونستانت. لان الدواير بنتكلم على لينير سيركتس. اللي انتوا خدتوه في الترم الاول، اسف، اللي انتوا خدتوه في الجزء الاولاني ده عباره كله كان لينير سيركتس، ما كانش نون لينير. فكانت الاندكتنس كونستانت، فكانت الاندكتنس كونستانت. هي دي بقى الاندكتنس اللي انت كنت بتستعملها، اللي هي بتساوي ان تربيع على ار. بس بتوع الدواير اللي بيتعامل مع دواير كهربيه مش مهتم بقى بالحاجات اللي التفاصيل، هو مهتم بس بالدايره وازاي يحسب التيار والباور والباور فاكتور والكلام اللي انتوا اخدته. بعد كده عندي هنا بقى الستورد انرجي، الستورد انرجي ان الكترو ماجنتيك سيستم. في حاجه مهمه قوي اسمها ستورد انرجي. الستورد انرجي اللي هي ان في انرجي هنا بتتخزن جوه الماجنتيك فيلد. يجي واحد يقول لي طب هتتخزن ازاي؟ اقول لك ادي انا عندي الفولت اهو، ده الفولت الكهربي، ده الكهرباء، وادي الار بتاعت الكويل. الار بتاعت الكويل احنا بنطلعها بره هنا، وبيحصل فيه انديوزد اي ام اف اللي هو الاي، اللي هو ناقص دي فاي باي دي تي، ناقص ان في الدي فاي باي دي تي. الكلام بتاع كيرشوف، بتاع فاراداي، اسف، الاستاذ فاراداي، لما قال ان هو اللي هو ان الانديوز دي اي ام اف بتساوي الان في الدي فاي باي دي تي. هنا في ناقص، طبعا ده بيمثل فولتج دروب، فناقص راحت مع الناقص اصبح كله، اسف، ده بيمثل فولتج رايز. لما جه عرف الماينس قال ان هو في اتجاه بيعاكس السبب في وجوده، بيعاكس السبب في وجوده. فطلعت الناقص مع الناقص، طلع لي في النهايه بلس، بلس ان في الدي فاي باي دي تي. فضرب المعادله دي في الايه، في الاي، اصبح يو في الاي تساوي ار في اي تربيع زائد ان في اي في الدي فاي باي دي تي. يبقى اصبح عندي هنا ادي الباور بتساوي ايه؟ اليو في الاي، اللي هي الار في الاي تربيع زائد الكلام ده كله. دي بتمثل الانرجي، الانرجي اللي هي الباور في الدي تي. الباور هنا، الباور في الدي تي بتمثل الانرجي. ف لو ضرب في الدي تي، انا عندي هنا التايم
يبقى في الانرجي ستورد في التايم دي تي، وادي الانرجي لوس في التايم دي تي، وادي الماجنتيك ستورد انرجي. عندي هنا ادي اليو في الاي في الدي تي تساوي ار في اي تربيع في الدي تي زائد ان فاي في الدي فاي. دي بتمثل انرجي انبوت، دي اللوسز. دي بقى راحت فين؟ بص يعني من قانون بقاء الطاقة، من قانون بقاء الطاقة، أنا عندي هنا الانرجي اللي داخلة هنا راحت فين؟ دخلت في الماجنتيك فيلد، ما قدامهاش سكة إلا كده. يبقى الاي دي الاي في الاي في الدي تي دي الكتريكال انرجي انبوت في الاي انبوت للماجنتيك فيلد. بتمثل الكتريك انرجي انبوت للماجنتيك فيلد. طيب الانرجي دي هتروح فين؟ من قانون بقاء الطاقة ان الانرجي دي تعرفين ان الانرجي cannot be destroyed صح؟ يبقى اذا هي هتروح الى صوره اخرى، اهي الى صوره اخرى، هتتخزن جوه الماجنتيك فيلد في صوره بوتنشال انرجي ستورد، لان الدايبولز بتاعت السيستم الجزيئات بتاعته بتاخد الانرجي دي تخزنها في صوره بوتنشال انرجي. تعرفين ان الانرجي يا اما بوتنشال يا اما كاينتيك، دي بتتخزن في صوره بوتنشال انرجي. الكلام ده مش مكتوب بس مقرر. ادي العلاقه بين البي وبين الاتش. انا هقف هنا وقفه، هقف هنا وقفه كده يعني بسيطه، وهقول ان انا عندي ادي الانرجي الماجنتيك ستورد انرجي اهي. العلاقه بين البي وبين الاتش هي نفسها العلاقه بين اللمدا وبين الكرنت اي. بس انا ايه، بس انا هعمل هنا حاجه، يعني حاجه هنا ادي انا هخلي اللمبه دي اهي بالاخضر، اللمبه اللي بالاخضر دي ومعاها الاي اللي بالاخضر، شايفين؟ يبقى دي بالظبط كانها بين اللمبه والكرنت اي. عارفين ازاي؟ لان البي لو اتضربت في الاريا هتديني الفاي، لو اتضربت في الان هتديني اللمبه. ده سكيل، مجرد سكيل. هنا الاتش لو اتضرب في ال هيديني ايه؟ هيديني الامبير تيرم. لو اتقسم على الـ على الـ على الان هيديني الكرنت اي. يبقى يا اما بين البي والاتش صح، يا اما بين الفاي والاف. انا برضو هعمل هنا برضو لون تاني وهقول ادي الفاي اهون، بس الماوس بيعمل معايا ما يعني ايه، والاف. الفاي والاف، يبقى ده بين الفاي والاف. يعني ممكن اقول ان الكيرف ده بين البي والاتش، او هو نفسه الكيرف بين اللامدا والكرنت اي، او هو نفسه الكيرف بين الفاي والاف. يجي واحد يقول لي طب ازاي نفس الكيرف؟ هو السكيل مختلف لكن شكل الكيرف هو نفسه، يعني السكيل بتاع ده هيتغير لكن الكيرف هو شكله هو نفسه ما اتغيرش. يبقى انا اقدر اغير البارامترز الموجوده او الفاريبلز الموجوده هنا وهو نفسه الكيرف. عشان كده انا قلت لك من شويه ان البي اتش كيرف ده له اهميه عظمى بالنسبه للايه، للماجنتيك ماتيريالز. قلت لك من شويه ان لابد ان يكون في اي ماجنتيك ماتيريال لها بي اتش كيرف، لان انا بقدر اجيب منه الفاي مع الاف، بقدر اجيب منه اللامدا مع الكرنت اي. ثلاث حاجات اقدر احصل عليهم مع في نفس الايه، في نفس الكيرف. هنا قاعد يجيب بقى الايكويشنز. طبعا حضراتكم اساتذه في الايكويشنز، ان في اي بتساوي اتش في ال. المهم قاعد يجيب وقاعد يجيب التكامل بقى. يبقى التكامل اتش دوت دي بي، تكامل الاتش دوت دي بي ده يديك مين؟ ده يديك الانرجي ستورد هنا بير يونت فوليوم. الاتش دوت دوت ايه؟ دي بي اهو، الاتش دوت دي بي، لان في فوليوم في اللينس في الاريا ده الفوليوم. يبقى انا عندي المساحه اللي فوق دي اللي بالموف دي،
ديت المساحه دي الانرجي ستور. المساحه الصفراء دي اطلقوا عليها الكو انرجي دنسيتي، يبقى دي الستورد انرجي دنسيتي ودي الكو انرجي دنسيتي. امتى بقى؟ لو انا واخد البي مع الاتش، لو انا واخد البي مع الاتش بتبقى دنسيتي، بتبقى الانرجي بير يونت فوليوم. انت لو ضربت البي في الاتش هتلاقيها، هتلاقي في فوليوم، في فوليوم في النص اهو، ده الفوليوم بتاع الكور. يبقى انا عندي دلوقتي عرفت حاجتين مهمين جدا، الستورد والانرجي ستورد والكو انرجي، بنقول تجاوزا الكو انرجي ستورد دنسيتي، الكو انرجي دنسيتي تجاوزا. المساحه اللي فوق ديت اللي عليها الانديكيشن ده او عليها دوت، المساحه دي فعلا انرجي ستورد ان ذا ماجنتيك فيلد، ده الفيزيكال مينينج بتاعها. دي انرجي ستورد ان ذا ماجنتيك فيلد ان ذا فورم اوف بوتنشال انرجي. بينما الاريا اللي باليلو ديت دي بتمثل كو انرجي، دي هاز نو فيزيكال مينينج، دي هاز نو فيزيكال مينينج. احنا بس كده عرفناها لانها بالنسبه لبتوع كهرباء بتمثل حسابات كثيره، انما بالنسبه لك انت احنا بس نعرفها كده وخلاص. مجموع الانرجي زائد الكو انرجي بيساوي البي في الاتش لو انا شغال بالانرجي دنسيتي، او بيساوي لامدا في الكرنت اي لو انا شغال في الايه، لو انا شغال باللامدا مع الكرنت اي، لو شغال بالفاي مع الاف بتساوي نص فاي في اف. يبقى انا لازم اخلي بالي انا شغال بايه، باللامدا ولا بالبي ولا بالفاي بالنسبه للاكس ده، الاكس الثاني يا اما يكون الاي يا اما يكون الاي او الاف او الاتش، على حسب ما انا شغال. طبعا لو كان لينير، لو ده خط مستقيم، يعني انا لو قربت وقلت ان ده تقريبا خط مستقيم هيطلع لك نص البي في الاتش، وهيطلع لك ان الانرجي تساوي الكو انرجي. ده لو كان فقط لينير، هيطلع لك ان الانرجي تساوي الكو انرجي، وهيطلع لك ان دي بتساوي دي بتساوي يا اما نص بي في اتش، ده لو كان دنسيتي، يا اما نص اتش تربيع على في ما هو البي بتساوي الميو في الاتش، يبقى نص اتش تربيع في ميو او نص بي تربيع على ميو. انا كاتبها لك اهو بخط اليد ويعني واضحه جدا. اظن الكلام واضح، في حاجه مش مفهومه يا شباب يا اساتذه؟ تمام يا دكتور واضح. يبقى انا اتكلمت عن تو ارياز هنا. طبعا انا مش هدخلك في متاهات بقى نحسب ازاي الاريا، وادخلك في حاجات بتاعه كهرباء، الحاجات دي في كهرباء احنا بنشرحها في اوقات اطول طبعا من كده بكتير، انما انت بس لازم يعني تبقى عارف الايه الجزء ده. احنا لو جينا هنا ادي لو كان بقى نون لينير، ادي لو كان نون لينير، يبقى في الحالة دي بقول ده بيساوي الانرجي بتساوي تكامل اي دي لامدا. المعادلة دي مهمة، والمعادلة ديت من المعادلات المهمة، انها بتساوي تكامل اي دي لامدا. طبعا واضح جدا انا كتبتها لك هنا اهو، انه هو هنا ادي زي ما قلت لك انه ال W فيلد بتساوي ال W فيلد داش، دايما احنا بنسمي دي W فيلد وبنسمي دي W فيلد داش. بنقول ان دي بتساوي دي بتساوي نص لامدا في اي نص ال اي تربيع، وان مجموع دول بيساوي اي في لامدا. لو انا شغال باللامدا مع الكرنت اي، العظمه هنا ايه؟ العظمه هنا ان ده فلكس لينكج، ده ماجنتيك، وده ايه؟ كرنت، ده الكتريك. يبقى انا هنا الانرجي ستورد ليها علاقه بحاجتين مهمين جدا، بالفلكس او الفلكس لينكج، والكرنت اي اللي هو باسنج ثرو ذا كويل. يبقى ده فلكس ان ذا كور، وده كرنت ان ذا كويل، يبقى او كرنت ان ذا كوندكتور. يبقى ده ماجنتيك وده الكتريك، ومع ذلك زي ما قلت بيتربطوا يعني بشيء جامد جدا، وان هما الاثنين مع بعض. وزي ما قلت لك لو كان لينير، لينير يعني ايه؟ لينير يعني ده خط مستقيم،
لينير لينير بس انا اسف هعملها لكم ادي لينير اهو يعني ده كده وده كده انا بحاول اكتب وارسم يعني بقدر المستطاع ده كده يبقى الخط مستقيم كده اهو ده خط مستقيم ادي لامدا وادي الكرنت اي وادي هنا بنقول ان انا لان انا لو عندي مثلا سي كده وكده بقول ان انا عندي هنا دي الانرجي يعني دي الانرجي الحته دي بتمثل الانرجي اهي مش كده اسف دي بتمثل الكو انرجي اهي دي بتمثل الكو انرجي والثانيه ديت اللي هي بتمثل الانرجي ستورد اللي هي المساحه اللي هي تحت ديت تمثل الانرجي واضح ان هما الاثنين نفس الحكايه هنا اللي في المساحه اللي فوق دي بتمثل الكو انرجي الانرجي ودي بتمثل الكو انرجي طبعا اللينير اسهل احنا هنا المعادله دي تكامل اي دي لامدا على حسب العلاقه بين الاي واللامدا هنا معنى كده ان الاي فانكشن في لامدا الاي فانكشن في لامدا يعني انا لما اجي اقول هنا ادي البن لما اجي اقول هنا انا عندي هنا معنى كده ان الكرنت اي ده بيساوي او فانكشن اوف لامدا ده فانكشن في لامدا لان لا عشان اكمل المعادله دي لازم يكون الاي مثلا بيساوي مثلا 5 لامدا الاي بيساوي لامدا تربيع زائد لامدا زائد مش عارف ايه يعني اي فانكشن هنا لازم بعوض بيها وبحسب انا برضو مش هدخلك في تفاصيل الفانكشنز مش هدخلك في الديتيلز اللي هي موجوده طبعا ده الجزء ده مشطوب يبقى انا عندي هنا مش هدخلك في الديتيلز بس تبقى انت عارف ان في حاجه اسمها برينسيبال اسمه انرجي ستورد وكو انرجي في الايه بالنسبه للماجنتيك ماتيريالز ادي برضو دي تكمله برضو بتاعتها باللامدا مع الار بس دي بدلاله الفاي والار نص فاي تربيع في ار ونص اف فاي ده لو هو والمعادله دي برضو من المعادلات المهمه اللي هي الار في الفاي في الدي فاي هي نفس الطريقه بس اختلاف الطرق يعني الفاينل انسر لازم يكون هو مع اختلاف المعادلات او اختلاف الطريقه اللي انا بجيب بيها الانرجي او الانرجي ستور ده عباره عن ملخص في حاله اللينير في حاله اللينير اهو ده عباره عن يعني ملخص للمعادلات في حاله اللي احنا قلناها من شويه اخر حاجه هنقولها الماجنتيك لوسز انا ليه قلتها هنا الماجنتيك لوسز لان الماجنتيك لوسز هنستعملها في الترانسفورمر هنخش فيه ان شاء الله دلوقتي بعد ما نخلص الصفحه دي الماجنتيك لوسز دي مهمه جدا انا عندي بيحصل لوسز انا عندي نوعين من اللوسز اللي بتحصل جوه الايرن كور انا عندي نوعين من اللوسز ايه هو في عندي الايدي والهستريسيس الايدي والهستريسيس ادي الهستريسيس المفروض ان انا بزود انا لو زودت الاتش هتزيد البي لو زودت التيار المفروض ان هتزيد الاتش هتزيد البي بص بقى معايا اهو لو جه نقص هينزل ينزل ينزل لغايه حته بيسميها الريزيديوال بعد كده ينزل لغايه حته بيسميها الاتش سي اللي هو كوريسيف فورس وبعد كده بينزل لغايه هنا وبعدين لو انا زودت هيزيد يزيد يزيد لغايه ما يرجع هنا يعني هو المفروض ينزل عند نفس الكيرف بس ما بيحصلش ليه عشان في ريزيديوال الريزيديوال ده معناه ايه اللي هو سمول اماونت اوف فلكس او بمعنى اصح في دايبولز انسايد الماتيريال ما زالت محتفظه بالانرجي بتاعتها وما زالت محتفظه فبتعمل فلكس يبقى اذا ده بيسموه
الريزيديوال فلكس بسيط جدا. ده الفلكس او ده القوة العكسية، ادي القوة اللي بتحصل هنا بعد كده باجي ازود بيطلع كده. المساحة دي هم اطلقوا عليها اسم الهستريسيس لوب. الديفينيشن بتاعها ده مش مكتوب هنا بس انا بقوله بكرر تاني للمرة العشرين، انه اي حاجة بقولها تعتبر مقررة حتى اذا لم تكن مكتوبة في الفايل. دي بتمثل جاية نتيجة الفريكشن اللي بيحصل between the dipoles inside the material while moving from one position to another. بيحصل عملية فريكشن فبتطلع منها هيت فبيسموها الهستريسيس. بيسموها الهستريسيس دي باور ضايعة. طبعا هنا عندي ادي الكرنت اي اهو ساين ويف، واضح ان الكيرف ده حلو جدا وموضح لك هنا كويس قوي. وبصراحة يعني ايه الراجل ده مظبط المسائل هنا في الايه في الكيرف ده. ادي بالظبط. نعم معلش بس انا مش فاهم هو فريكشن ايه ومفيش حاجه بتتحرك، يعني فريكشن ده جه منين؟ لا ده في بيتحرك. ايه اللي بيتحرك في بيتحرك يا سعاده الاستاذ الوزير؟ بص معايا، في بيتحرك هنا. بص هو هنا يعني انا عندي ادي قطعه الحديد كده، قطعه الحديد في جوه حاجه اسمها دايبولز كده جزيئات. معايا يا استاذ؟ ما حضرتك ده لما بيجي بقى في مجال مغناطيسي هنا المفروض انها بتاخد اتجاه المجال كلها بتتمغنط بتاخد اتجاه المجال، فبيحصل حركه جوه. معايا يا استاذ؟ بيحصل حركه. مين قال لك ان هو ثابت؟ ده في حركه جوه بتحصل. الدايبولز دي حاجه يعني لا يمكن طبعا نشوفها ولا نحس بيها، بس في حاجه هي موجوده هنا هتبتدي تاخد اتجاه المجال. في الحركه دي بيحصل ايه؟ بيحصل ايه؟ بيحصل فريكشن. معايا يا استاذ؟ يعني حضرتك يعني في الكترونز يعني بتتراكم على يعني اتجاه معين وبتسيب اتجاه تاني. دايبولز مش الكترونز، هي عباره عن جزيئات، عباره عن مش الكترون. الالكترون ده حاجه تانية بيمثل يعني بيعتبر حاجه في الذره، انما دي بتمثل دايبول او نقول ذرات بتاعتها هي اللي بتتحرك كده. معايا يا استاذ؟ بتتحرك عشان تاخد اتجاه المجال. يعني انا لما في النهايه بقى بيحصل ايه؟ في النهايه قطعه الحديد كده اهي، دي قطعه الحديد، بيبقى كله ماشي كده، المفروض كله ماشي كده بقى. معايا؟ انا حضرتك دكتور فاكر حاجه زي كده بس كان في الالكتريك فيلد، كان بيحصل الدايبول ده برضو بس كان بينتج عنه مجال معاكس للمجال الاصلي اصلا، وده كان بيقلل من المجال. هو ده نفس الفكره يعني ولا نفس الفكره ولا تقريبا؟ نفس الفكره تقريبا، بس احنا ما بنخشش في الديتيلز، احنا بناخد الحاجات اللي احنا عايزينها. يعني الكورس ده غير كورس الماجنتيك فيلدز، واخد بالك؟ في الماجنتيك فيلدز انت كنت بتركز على حسابات المجال، تمام؟ احنا هنا بنشوف هناخد ايه عشان نستعمله في الابلكيشنز بتاعه الترانسفورمر والدي سي والاندكشن. معايا يا باشمهندس؟ ده كورس يعني ماشين. يعني ما فيش مجال معاكس يعني بيحصل ولا ما هوش كورس فيلد، ده كورس ماشين. يعني انا بتعامل هنا بس انا باخد دي عشان اعرف اللوسز دي جت منين اصلا. اللوسز دي جت منين؟ معايا يا باشمهندس؟ بس انا مش هقعد ادرس في حركه الدايبولز. معايا يا باشمهندس؟ شكرا. يعني انا معاك صح، حكايه مجال عكسي ونقعد نحسب المجالات ونقعد، احنا مش بنحسب مجالات، احنا هنا بنشوف يعني جت منين اللوسز، جت نتيجه الحركه بتاعتها. هو ده اللي يهمنا في كورس الماشين. الحاجه الثانيه هنا زي ما قلت لك بيحصل الايه، بيحصل اللوسز دي، ودي بيسموها هيستريسيس لوب. دي بيسموها هيستريسيس لوب تحصل جوه هنا. انا في الاول كنت عايز اقول بس ما قلتش ان هو الكور ده المفروض ان هو بيكون لامينيشنز، يعني ما بيجيش كده قطعه حديد مصمطه، لا بيكون عباره عن لامينيشنز، وكل لامينيشن والتانية بتكون سيبريتد عن التانية عن طريق ايه؟ عن طريق مايكا انسوليتور، عن طريق مايكا انسوليتور، يعني بنعزل كل شريحه عن التانية. يعني ما يجيش كده قطعه حديد بنقطعها، لا ده بناخد لامينيشنز، كل لامينيشن يمكن تكون 1 مللي مثلا الثيكنس بتاعها،
وبنحطهم جنب بعض وبنكون بيهم الكور ده زي ما نشوف الترانسفورمر ان شاء الله في فيما بعد. ليه بقى احنا عملنا اللامينيشنز هنا؟ بتكلم على الهستريسيس بس نخلصها الاول. المعادله دي فيري امبورتنت وحضرتك تحفظها عن يعني تحفظها كويس جدا، اللي هي البي هستريسيس بتساوي كونستانت في الاف في البي اس ان. في البي ماكسيمم ده الماكسيمم فلوكس دنسيتي انسايد الكور، ده الماكسيمم فلوكس دنسيتي. البي اس ان الان دي بيسموها ستيمنز اندكس او كونستانت. المفروض بالتجارب احنا برضو مش هنروح في التجارب ونشوف، لا احنا بناخد الحاجات اللي احنا بنستعملها في التجارب من 1.5 ل 2.5 احنا بناخدها 1.6 خلاص. حتى اذا لم تذكر في السؤال انت ساعتك بتعتبرها 1.6 خلاص. ماشي يا باشمهندسين؟ يبقى ده كونستانت في الاف في البي اس ان. هتلاحظ ان البي هستريسيس بروبورشنال مع الفريكوانسي والفلكس دنسيتي. فريكوانسي ده كهرباء والفلكس دنسيتي ده ماجنتيك ودي باور بالوات. يبقى البي هستريسيس بروبورشنال مع الاف في البي اس ان او اس 1.6 نعتبرها 1.6. زي ما قلت لك المعادله ديت، المعادله دي المعادله دي حضرتك تحفظها كويس تبقى عارفها كويس قوي، لان دي من الحاجات المهمه اللي لازم نكون حافظينها. البي ايدي بقى، تعال نشوف الايدي بقى. الايدي لوسز ده عباره عن كرنت باسنج ثرو ذا كور. ليه بقى؟ لان الكور عليه بوتنشال ديفرنس، الكتريك بوتنشال ديفرنس هنا، فبيمر في تيار كهرباء، واخد بالك؟ تيار كهربي يعني الكترونز، زي زميلكم قال من شويه ده بقى الكترونز، ده الكترونز. فالتيار الكهربي ده اللي بيمر جوه ده احنا بنعمل اللامينيشنز علشان نعمل مينيمايزيشن للايه، للايدي كارنت، مينيمايزيشن للايدي كارنت. المينيمايزيشن ده بيحصل عن طريق اللامينيشنز، يعني بنحاول نقلل الايدي كارنت لوس از ماتش از وي كان، واخد بالك؟ از ماتش از وي كان. هنا البي ايدي عباره عن كونستانت في الاف تربيع في البي تربيع في البي ماكسيمم تربيع، ودي برضو فيري امبورتنت. اف تربيع في البي تربيع، وادي الايه ده الايدي. يبقى انا خدنا الهستريسيس اهي وادي الايدي اهي، معادله بتاعتها اظن سهله قوي ما فيهاش حاجه. التوتال كور لوسز، التوتال كور لوسز اللي هي بقى كلها عباره عن البي هستريسيس زائد البي ايدي. ودي لما اقول لك كور لوس تعرف انها مجموع الاثنين، مجموع الاثنين اللي هي الايدي والهستريسيس. صوت دكتور. نعم. ممكن سؤال معلش؟ احنا ليه بنقول ماكسيمم على البي؟ على ليه بنقول ماكسيمم على البي؟ ماشي، سؤالك وجيه يا استاذ. مش كده؟ وانا احب الاسئله الوجيهه يعني. بص معايا هنا ايه؟ نشوف. التيار، بص معايا التيار هنا ايه؟ متغير. صح؟ لو اي سي ايوه. مش انتوا خدتوه في الجزء الاولاني؟ اكيد. التيار بيتغير اهو. احنا ما بنحسش بيه بس هو متغير. فيبقى انا عندي هنا ايه؟ ده بيزيد الى نقطه بي. واضح جدا لما يوصل للماكسيمم هيبقى التيار ماكسيمم، هيبقى الفلكس ماكسيمم، هيبقى الفلكس دنسيتي ماكسيمم. مش كده ولا ايه؟ صح تمام. وبعدين يرجع ينزل، يرجع ينزل للزيرو، وبعدين يرجع ماكسيمم نيجاتيف اند سو اون. العمليه دي احنا ما بنشوفهاش ومش هنشوفها. صح، لان الفريكوانسي احنا ظابطينه بحيث اللي هو 50 سايكل، الفريكوانسي في مصر 50 سايكل، فاحنا ظابطينه ان هو طبعا احنا ايه مش هنحس بيه، والا كنا شفنا اللمبات بتنور وتطفي. مش كده يا استاذ ولا ايه؟ ال من هنا ادي بيطلع وادي بيحصل الماكسيمم.
خلاص حد عنده حاجه ثانيه؟ معلش بس يعني اتفضل خارج شويه صغيرين بس عن الموضوع اللي احنا فيه. ماشي الايه؟ لا حضرتك بتقول ان احنا بنظبط التردد على 50 هرتز في البيوت، يعني هو احنا اصلا في البيوت بنحوله للدي سي كارنت ولا بنسيبه اي سي يخش على اللمبات برضو شغاله كاي سي عادي؟ لا يا هو برا الموضوع بس السؤال ده يعني بص ما تسمعش الحواجز لان انا فاضل اجزاء كتيره وربنا يسهل نقدر ان احنا نلمها ومحدش يزعل ويتضايق ويقول لك الدكتور ماهر بيدينا حاجات كتيره والكلام اللي انا بسمعه، فاهمني يا استاذ؟ الموضوع مش هنقولها يعني. بص يا لا اجل دي لغايه هنيجي نتكلم عليها في السنكرونس، خلاص انا هجاوب على سؤالك ده في السنكرونس. ماشي يا استاذ؟ تمام شكرا. ها بس حضرتك تفكرني ساعتها يعني تقول لي يعني فكرني ساعتها. انا بس عايز اقول حاجه اخيره هنا قبل ما ايه قبل ما ننقل من القصه دي. انا في عندي هنا معادلتين انا كاتبهم بخط اليد اهون، اللي هو ده المعادله دي، ده البي هيستريسيس. المعادله دي مهمه جدا لان البي هيستريسيس بروبورشنال مع الاف في البي اس ان، بروبورشنال مع الاف في البي اس ان. يجي واحد يقول لي طب ايه قيمتها؟ هنعرف قيمتها ان شاء الله في الترانسفورمر بعد يعني اما النهارده اما الاسبوع القادم. يبقى دي الاف في البي اس ان، تمام؟ لو الاف كونستانت يبقى البي هيستريسيس بروبورشنال مع البي اس ان، صح ولا انا غلطان؟ لو العكس، لو البي كونستانت والاف فاريبل يبقى البي هيستريسيس بروبورشنال مع الايه بقى؟ مع الفريكوانسي. كل ما زود الفريكوانسي هتزيد البي هيستريسيس، كل ما قلل الفريكوانسي هتقل البي هيستريسيس طالما البي كونستانت. طيب البي اي دي انا كاتبها برضو معادله اهيا وعامل عليها صح، انا اديتها لك هنا عشان نستعملها في ترانسفورمر. البي اي دي بروبورشنال مع الاف تربيع في البي تربيع، صح يا استاذ؟ برضو نفس القصه، واضح ان الفريكوانسي لو زاد ات كونستانت بي، البي هتزيد بمقدار التربيع بتاع الفريكوانسي، والعكس لو الاف كونستانت والبي زادت، لو الاف دي كونستانت والبي زادت، البي اي هتزيد بمقدار التربيع بتاع الفلكس دنسيتي. البي دي كهرباء والفلكس دنسيتي ده ماجنتيك، ومع ذلك شوف بيأثر على الباور بتاعة الكهرباء اللي هي الاي اي دي اللي بيمر جوه هنا، اللوسز اللي بيعملها التيار الكهربي الذي يمر انسايد الايرن كور. ماشي يا شباب؟